أعلن وزير التموين شريف فاروق بالتنسيق مع وزارة الكهرباء عن عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة كهرباء اعتبارا من الاول من نوفمبر المقبل ذلك بعد توقفها مؤقتا خلال شهر اكتوبر الجاري واوضح الوزير ان هذا القرار ياتي في اطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الاساسية كما شدد الوزير على استمرار ايقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقه التيار الكهربائيه تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ولضمان توزيع الدعم بعداله وحمايه للموارد او موارد الدوله